قبل عقدين من الزمان لو تتذكرون غزا الجيش الأمريكي العراق بعدما أطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، لتمر سنوات طوال على الدولة العراقية وسط التواجد الأمريكي على أرضه. لكن مع تغير نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ذاك الانسحاب الذي اكتمل في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الذي سحب جميع قواته من بلاد ما بين النهرين مستبقيا على بعض المستشارين والقوات غير القتالية، ليعاد المطلب العراقي عينه بضرورة سحب البقية الباقية من العراق أيضا، وهو ما أفصح عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مؤتمر ميونخ للأمن وما قبل ميونخ للأمن. عشرون عاما بالتمام مرت على الغزو الأمريكي للعراق، تغيرت ملامح بلاد الرافدين، تفاقمت الصراعات وتوالت الحكومات، خاضت البلاد حروبا مختلفة أطرافها، بينما بقيت القوات الأمريكية على الأراضي العراقية حتى إبرام اتفاقية انسحابهم في عام 2011. غير أن اجتياح تنظيم داعش الإرهابي عرقل الخطة بأكملها، فعلى مدار سنوات الحرب ضد داعش تواجدت القوات الأمريكية رفقة قوات التحالف الدولي إلى جانب الجيش العراقي في مهمة موحدة إلى أن تم دحرهم عام 2017. مطالبات عدة تصاعدت في بغداد لإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق، لا سيما بعدما نفذت العديد من الضربات على أهداف أمريكية في العاصمة وخارجها، إلى أن أقر البرلمان العراقي قانونا ينهي وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، غير أن بنود هذا القانون لم تنفذ، إلى أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة في ظل تركة ثقيلة من الأزمات السياسية بالبلاد وأحد عشر معسكراً وقاعدة لقوات التحالف الدولي في بغداد وأطرافها وفي بعض المحافظات الأخرى. لكن السوداني عاد عبر مؤتمر ميونخ للأمن ليؤكد رغبة بلاده في إنهاء التواجد الأجنبي في العراق لا سيما الأمريكي، فهل يتمكن العراق من التخلص من الوجود الأمريكي في البلاد؟ باسمكم اسمحوا لنا أن نحيي من سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور غازي فيصل حسن، وهو مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور. كما سينضم إلينا من أربيل أيضا الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جيهان. أهلا بك يا دكتور. كما سينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد السيد العميد عدنان الكناني الخبير الأمني. أبدأ بك سيد العميد، ما الذي دعا العراق بهذا الإلحاح إلى أن تطلب أن تخرج كل القوات الأمنية من على أراضيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا جمهوركم الكريم، حيا الله ضيوفك الكرام الأخ العزيز الكريم أستاذ غازي ودكتور محمد. الحقيقة لا توجد حالة يعني ملحة، لكنه اليوم العراق يحتاج أن يحافظ على سيادته، وبالتالي هنالك من يشكك أنه السيادة العراقية غير كاملة، وهنالك تدخلات في القرارات العراقية، وهنالك فرض إرادة، وهنالك قوات متواجدة بالأرض العراقية دون أن تعرف الحكومة العراقية ما هي واجباتها بالتحديد، وما هي أهدافها، وما هي أهدافها، وما هي أعدادها أيضا، وما التسليح الذي يمتلكه، وما الذي ممكن أن يقدموه للحكومة العراقية وللشعب العراقي. لكنه إذا رجعنا على جنابك بمقدمتك الكريم تحدثت عن الاتفاقية ذات الإطار الاستراتيجي أو ما يسمى اتفاقية سوفو، الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي. الاتفاقية الحقيقة هو وقعت بال 2008، بال 2007 انتهى التفويض الأممي للوجود الأمريكي بالأرض العراقية، وأمريكا طلبت تمديد الوجود الأمريكي بالأرض العراقية لمدة عام واحد، ثم انتهى العام، وقبل نهاية العام أي يعني قبل 2008 الولايات المتحدة الأمريكية طالبت من الحكومة العراقية أن يتمدد الوجود الأمريكي بالأرض العراقية لغاية نهاية عام 2011، يعني أي في 31/12/2011، على أن تقوم الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية بالأرض العراقية من الانسحاب من المدن والقصبات
والتواجد في معسكرات، وبالتالي لا يخرجون خارج معسكراتهم إلا بضرورة قصوى وباستصحاب قوات أمنية عراقية، يعني بمشاركة القوات الأمنية العراقية، وهذا ما حصل. وقعت الاتفاقية، والاتفاقية تكون من 31 بند. المادة ثانيا، المادة 28 الفقرة الثانية ما يتعلق بالسيادة العراقية، المضمون وليس النص يقول حينما يتعرض أو تتعرض السيادة العراقية إلى تهديد خارجي أو داخلي، تقوم الإدارة الأمريكية وبطلب من الحكومة العراقية بالتدخل بغية المحافظة على الأمن والاستقرار. وهذا ما حصل في عام 2014، قدمت القوات الأمريكية مع التحالف الدولي لمساندة القوات العراقية في مقاتلتنا مع تنظيم داعش للرشد الإرهابي. لكن هنا نتحدث عن الذي وقع اتفاقية يعني ملحقة مع الجانب الأمريكي، هي وقعت في نهاية أو ربما الحدث حدث في نهاية حكم السيد المالكي بداية حكم السيد العبادي. لكنه الغريب لا يعلن لا السيد المالكي عن استقطاب القوات الأمريكية ولا السيد حيدر العبادي، ولا ندري ما هي الأسباب. يعني مفترض أن تعلن وبالتالي تكون عملية طرح الموضوع. تحتاج هذه الجزئية إلى مزيد من التوضيح سيد العميد. تحتاج هذه الجزئية إلى مزيد من التوضيح. فعلا أحسنت، تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وتحدثنا كثيرا. لا أنا على الأقل أطلبه منك لمن يشاهدنا الآن. يعني هي المعلومات التي توفرت لدينا، وقعت الاتفاقية مع السيد العبادي، وضوحت قدمت القوات الأمريكية مع التحالف الدولي، وقدمت إسناد استخباراتي معلوماتي لوجستي إلى الجيش العراقي، وكان ضربات موفقة للقوة الجوية الأمريكية بالتعاون مع خلية الاستهداف العسكرية اللي تابعة للاستخبارات العسكرية العراقية، وأيضا الاستخبارات هم كانوا حطرها في وزارة الداخلية، كان هناك تنسيق عالي المستوى، واستهدفوا كثير من الأهداف الحيوية من تنظيمات داعش الإرهابي وأماكن تواجدهم وتجمعاتهم. إضافة إلى قدمت بعض المعلومات أيضا إلى الطيارين العراقيين، لأن كان لدينا مجموعة طائرات تعمل مع القوات الأمنية العراقية، وبالتالي حدد لها خطوط طول وخطوط عرض لا تتجاوزها إلا بموافقة الجانب الأمريكي، كلا يحدث تقاطع بين الطيران الأمريكي والطيران العراقي. وبالتالي القوة الجوية العراقية أيضا استهدفت أهداف حيوية، وأيضا كانت ضربات موفقة بفضل المعلومات التي قدمت إلى القوة الجوية العراقية. هنا نتحدث في هذه الجزئية عن حاجة في حينها، حاجة القوات الأمنية العراقية للتحالف الدولي والوجود الأمريكي بعد انتصارنا على تنظيم داعش الإرهابي، فيفترض أن تنسحب كل القطاعات العسكرية الأجنبية التي قدمت إسناد ودعم للقوات العراقية، لأن قواتنا الأمنية بفضل الله وهمة الرجال الغيارة استطاعت وتمكنت والآن وصلت إلى مرحلة من الجهوزية عالية المستوى، بإمكانها المحافظة على الأمن والاستقرار. وكذلك نشاهد اليوم الوضع الأمني بالعراق مستقر تماما، إلا بعض الجزئيات البسيطة في أماكن معينة. لكن لو قارنا الوضع الأمني في ظل وجود الجانب الأمريكي، يعني أي قبل ما 2011، كان هنالك عمليات عسكرية إرهابية على المدنيين العراقيين بالمئات، اليوم الواحد أتحدث اليوم الواحد بالمئات، يعني ربما في بعض الأحيان تعبر تجاوز المئة عملية إرهابية. طيب اسمح لي سيدي عند هذه النقطة وعطوات. نعم عند هذه النقطة وصلت هذه الفكرة بإجمالها. أذهب إلى أربيل الدكتور مهند الجنابي. دكتور، هل الولايات المتحدة هي من ترغب بالانسحاب؟ الولايات المتحدة كانت ترغب في سحب قواتها نتيجة للضغوط الداخلية لمن يقتل من بين جنودها. الآن العراق هي من تطلب. من أين جاءت العراق بجراءة هذا الطلب إذا ما قورن بالماضي؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللأستاذ ضيوف الكرام السيد العميد والأستاذ العزيز دكتور غازي والسادة المشاهدين. أنا أعتقد بأنه ما تحدث به السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة هي تحديد أو تجديد وصفها بأنها قوات استشارية وتدريبية. وصف القوات الأمريكية وغيرها على أنها قوات قتالية هذا انتهى منذ يعني نهاية عام 2021 بعد 4 جولات من الحوار الاستراتيجي إبان الحكومة الماضية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أنا أتصور بأنه إذا تحدث رئيس الوزراء، أنا أعتقد بأنه هذا القرار قرار التعاون الاستخباري، التعاون المتحدة والقوات الأمريكية هي تندرج تحت هذا العنوان. لم يصدر بتقديري أو يعني حسب ما طلعت من رئيس الوزراء مغادرة حتى القوات الاستشارية
والتدريبية. إذن هذا يعطينا صورة على أنه قرار التعاون مع الولايات المتحدة ووجود هكذا قوات بعنوان استشارية وتدريبية، وهذه ليست فقط على مستوى العنوان، المهمة الموكلة لهذه القوات هي الاستشارة والتدريب، ولا تستطيع القوات الأمريكية أن تستخدم يعني. ما هو المنغص إذا في وجود القوات الأمريكية بحالها كما كانت؟ ما الذي يزعج الدولة العراقية من بقائها؟ لا لا، أنا أتصور بأنه الانزعاج أو المطالبة بخروج حتى القوات الاستشارية والتدريبية هذا ليس قرارا سياديا عراقيا. قرار التعاون هو قرار أمن قومي على مستوى العراق وليس قرارا سياسيا من جزء من الأطراف السياسية العراقية والتي أيضا لديها علاقة مع فصائل المسلحة ولديها امتدادات إقليمية مع إيران. انهاء التواجد الأمريكي بالكامل حتى في عنوان القوات الاستشارية والتدريبية هذا ليس قرار الحكومة العراقية، على العكس من ذلك أنا أتصور بأنه الحكومة السابقة والحكومة الحالية التي استكملت ما أنجزته الحكومة السابقة في إطار التعاون في إطار تثبيت الأمن. تعلم حضرتك بأنه لا تزال الحرب على الإرهاب، والعراق هو شريك أساسي في الحرب على الإرهاب، والأراضي العراقية هي أيضا تعتبر جبهة متقدمة في محاربة الإرهاب، وحتى الآن لم تنتهي الحرب على الإرهاب بكامل مجرياتها وبكامل تفاصيلها، لا تزال تهديدات موجودة. البنية العسكرية العراقية والبنية الاستخبارية هي في تعاون مستمر مع الجانب الأمريكي ومع يعني التحالف الدولي وحلف الناتو، بالتالي أنا أعتقد بأنه القرار السيادي العراقي هو قرار أمن قومي بالتعاون، هذا لا أتصور بأنه يزعزع السيادة الوطنية. بقاء هذه القوات هو بموافقة العراق، وأساسا كما تفضل السيد الضيف في تفصيلة عام 2014 أساسا هذه القوات وقيادة الولايات المتحدة لهذه القوات وجاء بطلب من الحكومة العراقية في ذلك الوقت، وعبر رسالتين وجهتا إلى مجلس الأمن في حزيران وفي أيلول من عام 2014، وعلى هذا الأساس جاءت هذه القوات وقادت الولايات المتحدة التحالف الدولي في محاربة الإرهاب. بالتالي أنا أعتقد بأنه هذا القرار أو جزء من هذا القرار، وحتى ما ورد في تقريركم عن وجود قرار للبرلمان العراقي، صحيح هذا القرار اتخذ في 5 يناير من عام 2020 بعد حادثة المطار بيومين، لكن حتى إذا وضعناها ضمن السياقات الدستورية العراقية ليس للبرلمان سلطة إصدار قرارات يلزم بها الحكومة العراقية، وهذا يعني أنا أستند في هذا الرأي لقرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا، المحكمة الدستورية في العراق في عام 2018 اعتبرت بأنه كل قرار يصدر من البرلمان ينحصر فيما يتعلق بعضوية أو صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، بالتالي هكذا قرار سياسي يصدر من البرلمان غير ملزم للحكومة العراقية في ذلك الوقت، وهو أيضا غير ملزم لحكومة السيد محمد شياع السوداني. اسمح لي أن أنتقل، اسمح لي شاكر إلى هذه النقطة، اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور غازي فيصل حسن من العاصمة الأردنية عمان. منذ أن جاء السيد السوداني وهناك محاولات لتغيير شكل السلطة الحاكمة تحديدا داخل الدولة العراقية، ما أطلق عليه مفهوم التوازن في إقامة علاقات واضحة متصلة متوازنة مع كل دول العالم دون إخضاعها إلى خصوصية ما مع دولة ما على حساب أخرى، وكانت بداية هذا الحديث في زيارته إلى ألمانيا ولقائه مع المستشار الألماني أولاف شولتز. الآن لماذا يتحدث هذا الحديث، وإلى أي مدى هذا الطرح فيما يتعلق بسحب، لأنه هذا الحديث ليس هو ابن مؤتمر ميونخ ولكنه تحدث فيه أول ما تحدث فيه لقاء تلفزيوني تناقلته كل وسائل الإعلام بأنه يرغب أن تغادر القوات الأجنبية أراضي الدولة العراقية، ما هي مصلحة الولايات المتحدة في أن تغادر وما هي مصلحتها ألا تغادر؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لضيفيك الكرام الدكتور مهند و سيادة العميد الكناني، وأتفق تماما مع ما تفضل به الدكتور مهند من تفاصيل مهمة وكذلك العميد الكناني، لكن أحب أشير إلى مسألة جدا مهمة، أن اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق في عام 89 أصبح نافذ، هو يعني يشمل مجموعة واسعة، طيف واسع من علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الأمنية السياسية الاجتماعية الثقافية المالية وغيرها من العلاقات الثنائية المهمة جدا.
وأنا أعتقد مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق ضمن إطار قوات التحالف الدولي اللي تجمع أكثر من 82 دولة من العالم في الحرب على الإرهاب ما زالت حتى هذا يومنا تعتبر مهمة لتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي والتدريب العملياتي وأيضا يعني ما يتعلق بتطوير القدرات التسليحية للعراق. حتى يومنا هذا القوة الجوية العراقية ما زالت محدودة القدرات، الدفاع الجوي، الاتصالات، الاستخبارات، غيرها من التفاصيل المهمة ما زالت تعتمد القيادة العامة للقوات المسلحة والقوات المسلحة العراقية على الدعم اللي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أيضا فرنسا، ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية اللي على علاقة وثيقة أمنية وعسكرية مع القوات المسلحة. ولكن سيدي أنت وأيضا نعم أنا أعتذر للمقاطعة، ولكن أنت أيضا استمعت إلى إرهاصات الحرب الدائرة في روسيا في أوكرانيا بالعملية العسكرية الروسية. الحديث أن هذه الدول الأوروبية ذات الصيت، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هي دول ثبت عجزها باعترافها واعتراف الولايات المتحدة في قدراتها العسكرية، كيف تساعد العراق؟ وهل وضع هذا في ميزان الحساب حين تحدث السيد السوداني عن هذا الأمر، وحين تتحدث أنت أيضا عن هذا التحالف العسكري الدولي؟ نعم، من المؤكد هذه القيادة، هذه القوات التحالف الدولي ساهمت بصورة فعالة، وأيضا كما أشار العميد الكناني في تحرير الأراضي العراقية. ثلث العراق كانت محتلة، وكذلك ثلث سوريا كانت محتلة من قبل دولة الخلافة الإرهابية. هذه يعني التحالف الدولي طبعا عبر التنسيق مع القيادة العامة القوات المسلحة، الأجهزة والمؤسسات العسكرية العراقية، كفاح الشعب العراقي نفسه، التضحيات الكبيرة اللي قدمها شعب العراق سواء من الأكراد، من العرب، ومن تنظيمات الفدائية أو المقاومة العراقية، كل هذا عمل على تحرير العراق. لكن بالتأكيد أسهمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدور مهم لوجستي واستخباراتي وعملياتي وجوي في تحرير الأراضي العراقية من داعش. لكن الحرب على داعش ما زالت مستمرة، هذه أيضا نقطة من النقاط المعقدة، ما زالت داعش تضرب في العراق، تضرب في سوريا، هناك أكثر من 20,000 مقاتل داعشي يتحركون بين الأراضي السورية والعراقية، هناك لهم ما زال قواعد في سوريا وبعض البؤر الخطيرة أيضا في العراق. إذن مسألة الحرب على الإرهاب ما زالت مستمرة. فرنسا قدمت دعم للبيشمركة للأكراد، وأيضا قامت بعمليات جوية عبر قصف جوي بطائرات فرنسية، كذلك ألمانيا ساهمت بعمليات جوية وغيرها من الدول الأوروبية. إذن هناك إجماع باستمرار الحرب على الإرهاب في العراق وفي سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط عموما، واليوم الإرهاب يتمترس في قلب القارة الأفريقية، في موزمبيق، في مالي، في نيجيريا، في الصحراء الغربية وغيرها من المناطق الخطرة، في ليبيا، وكذلك في اليمن، يعني داعش والقاعدة. إذن وجود تنسيق ودعم لوجستي واستخباراتي من قبل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي اليوم للعراق مهم جدا، يعني لاستمرار المواجهة، بالاستمرار عمليات دحر داعش ومختلف التنظيمات الإرهابية. أنت تتحدث عن استمرار التنسيق دكتور أم استمرار التواجد؟ نعم. التنسيق أم التواجد؟ التواجد مهم، لأن الموجود اليوم لا يتجاوز 2500 جندي أمريكي للاستشارة والتدريب والدعم اللوجستي. طب إذا كنت ترى يعني لهم ضرورة، لماذا طالب السيد شياع السوداني أن يغادروا؟ السيد الشياع السوداني أشار بوضوح، يعني لسنا بحاجة إلى قوات قتالية، والقوات القتالية غادرت العراق قبل سنتين كما أشار الدكتور مهند، لكن بحاجة أيضا أضاف السيد السوداني إلى استشارات. وأنا أعتقد اليوم فعلا العراق كما أشار السوداني يحتاج إلى يعني استشارات أو يعني تقديم دعم للتدريب، للمعلومات،
في مساله. هل معنى ذلك ان كل السعي سيدي هل معنى ذلك ان كل السعي لاعاده ايجاد صياغه جديده للعلاقه بين كل القوات التي تعمل حتى من خلال مستشاريها مع الدوله إيجاد صياغة أخرى للتعامل مستقبلا، هذا هو كل المبتغى؟ ممكن جدا يعني إعادة النظر طبيعة الاستشارة والهيئات الاستشارية. وهل ستقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية أم على التحالف الدولي الذي شكل لمحاربة داعش؟ التحالف الدولي، لا ننسى أيضا هناك اتفاقيات مع حلف شمال الأطلسي. حلف شمال الأطلسي أيضا موجود اليوم في العراق ويقدم أيضا استشارات في التدريب، التأهيل للشرطة، للجيش، الدعم الاستخباراتي، الدعم اللوجستي وغيرها من التفاصيل حسب البرنامج المتفق عليه بين العراق وبين حلف شمال الأطلسي، إضافة لوجود القوات الأوروبية المختلفة لأداء مهمات متباينة طبقا للتنسيق مع القيادة العامة القوات المسلحة. سيد العميد أذهب، اسمح لي دكتور لو تكرمت أعتذر عن المقاطعة، أن أذهب إلى العميد عدنان الكناني الخبير الأمني من العاصمة العراقية بغداد. سيدي، هل هذا الطلب يضغط إقليميا على العراق لاتخاذه أم أنها ترى أنه مصلحة محضة لها؟ هو الحقيقة مو طلب، وإنما توضيح للوجود الأمريكي. يعني حينما تحدث ليس لنا رغبة بوجود قوات قتالية، معناته أن هناك رغبة بوجود قوات دعم لوجستي ودعم معلوماتي وإسناد وتدريب، هذا واضح جدا. يعني ووجود قوات أمريكية اليوم بالأرض العراقية تدعي أنها قوات لغرض تقديم المشورة والمعلومات والإسناد والتدريب، فهذا معناته أنه هنالك علاقة موجودة بين السفارة الأمريكية والحكومة العراقية، وهنالك خطة موضحة بين الجانبين لتوضيح المهام المتواجدة بها القوات الأمريكية بالأرض العراقية. لكنه الغريب أنه لا يتجرأ أحد بإعلان ما هو البروتوكول التعاوني بين أمريكا وبين العراق، وما هي المواثيق التي وقعت من قبل الحكومة العراقية الحالية والتي سبقتها والحكومات التي سبقت. هل سئلت الدولة ورفضت الإجابة؟ هل سئلت الدولة عن هذه الأسئلة ورفضت الإجابة؟ يعني الشعر العراقي كثير يتساءل، وهنالك من يحاول إيصال رسالة لأنه الوجود الأمريكي بالأرض العراقية غير مرغوب به، وهنالك من يدعي أنها هي قوة وطنية مقاومة للوجود المحتل بالأرض العراقية، وهنالك صامتون ليس لهم لا حول ولا قوة، لأنه غير مقتنعين بالعملية السياسية برمتها، وغير مقتنعين بالأحزاب السياسية، وأنا منهم طبعا، ومتنقنين أنه الأحزاب السياسية العاملة بالأرض العراقية هي بعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطن، وبالتالي لها مصالح خاصة لغرض تقوية نفوذها بالأرض العراقية. ربما أتوا لنا مصدرين الخارج، وربما البعض لديهم ارتباطات خارجية، وربما البعض لديه غايات معينة، لكن عموما القليل القليل فقط الذي يحمل هم الوطن، والأغلبية الحقيقة الأغلبية اللي موجودة ليس لهم هم بالوطن ولا بهموم المواطن ولا باحتياجات المواطن. طيب فيما تعلق سيد العميد، فيما تعلق بقائمة المطالب التي تسعى الحكومة العراقية طبقا للرصد، هي لا تسعى تعديلها، ولكن طبقا للحديث المرتبط بضعف القوات الجوية، ضعف قوات الدفاع الجوي، هل وضعت الدولة العراقية خطة لانسحاب القوات القتالية حسب التعبير والإبقاء على بعض المستشارين، أن يتم بالتوازي معها عمل خطة لتنمية القدرات العسكرية للجيش العراقي في نقاط الضعف؟ يعني أنا راح أتحدث بجراءة وبصراحة، وربما سيزعل عني الكثير أو ربما سينتقدني البعض، لكن أقول أنه الحكومة العراقية اليوم فقط تحاول در الرماد في العيون وإيصال رسالة على أنه غير راغبة، وتتناغم مع احتياجات الأغلبية العراقية بعدم وجود قوات أجنبية بالأرض العراقية. أما الغاية الحقيقية فهي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع، هو الحكومة ترغب بترسيخ وضعها وتقوية نفوذها و البقاء أطول فترة ممكنة بالحكم، والإتيان بقانون انتخابي ممكن أن يخدم بعض الأحزاب السياسية، لأنه يستشعرون أنه المواطن بدأ ينتفض، وبالتالي هنالك عزوف بالدورة الانتخابية السابقة والتي سبقتها حتى وصل إلى 80%. المواطن العراقي لا يرغب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع ولا يرغب بإدلاء صوته، لأنه غير مقتنع بالمرشحين وبالأحزاب التي أتت بها ولا المرشحين. فبالتالي يبدو أنه بعض الأحزاب السياسية وبعض الكتل السياسية يحاولون جاهدين البقاء بالحكم، ويحاولون جاهدين البقاء وهم يمتلكون النفوذ والباورين السلطة والمال. فأعتقد يعني الحكومة تتناغم مع هكذا اتجاه.
الموضوع هو لا يخلو من فقط الإعلان، ولا وجود لشيء اسمه مفاوضات حقيقية للتحاوض مع الجانب الأمريكي أو مع القوات الدولية لتحديد ما هي مهامها بالتحديد. والدليل على ما أقول، اليوم الحكومة العراقية لحد هذه اللحظة التي أنا أتكلم معك بها لا تعرف ما هو عديد القوات الأجنبية بالأرض العراقية وما هي مهامهم وأماكن تواجدهم بالضبط، وبالتالي ما هو الدعم الذي ممكن أن يقدموه للحكومة العراقية. يعني الوجود الأمريكي، يعني ألا تعد هذه الدعوة هي بداية الطريق للإجابة على هذا النوع من الأسئلة التي طرحتها باعتبارها من النواقص؟ يعني احنا نتمنى، لأنه لدينا ولدى الشارع العراقي بعض بصيص الأمل بحكومة السيد السوداني. يعني لحد الآن دولة رئيس الوزراء يتحرك بالاتجاه الصح ويحاول أن يصلح بعض الأخطاء التي ارتكبت بالحكومات التي سبقت، ويحاول مد جسور الثقة بين المواطن وبين الحكومة، وهذا طبعا بدأ ملحوظ وواضح جدا يعني بالتعامل مع الأزمات بالشارع العراقي. فبالتالي من خلال قراءة بسيطة واستشعار للشارع العراقي ومدى رضاه على الحكومة العراقية، أنا كشخص عملت في مجال الاستخبارات ولدي مجسات ما زالت تعمل بالعراق، لحد الآن هنالك رضا وهنالك قبول وهنالك تقبل أيضا من الشارع العراقي لحكومة السوداني. فبالتالي يعني نأمل كثيرا ونعول كثيرا على حكومة السيد السوداني وعلى السيد السوداني شخصيا لعدة أسباب، منها أنه هو عراقي من الداخل لم يكن خارج العراق، أهله وعائلته وأخوانه وتاريخه معروف بالأرض العراقية، ومن عائلة طيبة وكريمة، ورجل بسيط جدا رغم المناصب التي شغلها الفترات التي سبقت، بيته موجود في نفس الحي اللي كان يسكن به، وبيت مقبول وبسيط جدا، ولم تؤشر عليه أي شبهات فساد خلال فترة تسنم مناصب وزارية، واستسنم أكثر من وزارة وعمل قام مقام وعمل محافظ وعمل وزير لأكثر من وزارة. فبالتالي هنالك رضا بأداء السابق، وهنالك رضا بين أداء الحالي، وهنالك تقبل للشارع العراقي السيد السوداني. وأعتقد من أتى بالسيد السوداني هو يحاول بطريقة أخرى مراضات أو ربما أنصاف الشارع العراقي. وبالتالي أعتقد ما يهدف إليه، لا نريد أن نشكك بنواياه، لحد الآن نحن نثق به والثقة ما زالت موجودة، وإن شاء الله يكون أهلا للثقة. فأعتقد يعني الموضوع ربما سنشهد بعض التغييرات، لكنه المطلوب كثير وما نرجوه أكثر، ونتمنى أن يكون هنالك إجراءات إصلاحية حقيقية، لأنه الشارع العراقي حقيقة حتى كره نفسه، لأن هنالك أزمات كثيرة وهنالك سوء لإدارة الدولة وهنالك مشاكل كثيرة بالأنظمة العراقية بعمل ودائع الوزارات الخدمية والوزارات حتى الأمنية. نعم الوزارات الأمنية تؤدي دور كبير جدا، لكن هنالك بعض الخروقات البسيطة المؤشرة. نعم. عموما يعني الوضع اليوم أفضل من الوضع بالأمس، ونأمل أن يكون غدا أفضل من اليوم، وإن شاء الله القادم أفضل. نعم. دكتور مهند الجنابي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جيهان، سجلت الدولة العراقية أرقام مقبولة جيدة، مثلا تحدثوا عن 115 مليار دولار حصيلة بيع نفط الدولة العراقية في عام 2021-22، وتحدثوا عن ديسمبر الماضي أنه حقق حوالي 7 مليارات دولار. هذه الحصيلة كيف يتم رصدها وكيف يتم وضعها في إطارها الصحيح للاستفادة القصوى من هذه المداخيل العظيمة؟ هذه قضية حساسة وقضية مهمة جدا، وهي في صلب اهتمام الشارع العراقي والمواطن العراقي. الإيرادات العالية المتحققة خلال الأعوام الماضية أنا أتصور بأنه تمثل التحدي الأكبر، أكثر من وجود القوات أجنبية بعنوان تدريبية واستشارية أو بعنوان علاقات عسكرية ما بين العراق وهذه الدول. المواطن العراقي بتقديري اليوم ينظر إلى ما وعدت به الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الاقتصاد، وأيضا فيما يتعلق بالتنمية الحقيقية والإفادة القصوى مما تحقق من إيرادات وتنويع مصادر الدخل على مستوى الدولة العراقية، ومعالجة الفساد بأدوات فعالة. وكل هذه المسائل وردت في المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني، لكن هنالك بعض البطء في تطبيق ما ورد بهذا الشأن. وأيضا يعني منذ تسلم الحكومة وبعد شهر من تسلمها ظهرت لنا أزمة تهريب الدولار وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، وهذا الانخفاض الحاصل، والسياسات الإصلاح التي يعني انتهجت
فيها الولايات المتحدة العلاج بالصدمة لامتثال العراق للسياسة النقدية الدولية. أمامي نصف دقيقة خلاصة القول لو تكرمت. خلاصة القول أنا أقول بأنه حتى الآن لم نشهد أدوات فعالة لمحاربة الفساد، وترجمة ما متحقق من موارد على مستوى الدولة لإنتاج بيئة استثمارية وبيئة اقتصادية ينتفع منها المواطن العراقي أو تخفف من الفقر. هذا التحدي الأكبر الذي يواجه السيد السوداني، وبالتالي أنا أتصور كل المسائل الأخرى على مستوى العلاقات الخارجية وحتى على مستوى تنظيم الداخلية تأتي بأولويات ثانية بعد الحفاظ على هذا المال العام والذي ينتظره الشعب العراقي على بفارغ الصبر. من أربيل الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جهان، شاكر لك يا سيدي هذه المشاركة، كما أشكر أيضا من العاصمة العراقية بغداد السيد العميد عدنان الكناني الخبير الأمني، كما أشكر من العاصمة الأردنية عمان الدكتور غازي فيصل حسن مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شاكر لكم يا سادة هذه المشاركة. هذا ختام على رأس الساعة القادمة، قراءة إخبارية مفصلة إلى هذا الحين، وأبدا ما استودعكم الله، إلى اللقاء.